صرت انطرك لتشرفي. لا وعم تيجي غصب عنك او مرق الطريق، ما خطرت على بالك؟ ما في شيء يذكرك فيي انت وهالسوق، ولا اخذ لك عقلك الديكور ببيت جبل؟ عم تراقبني؟ اكيد مسؤوليتي وخيفانين عليكي. لك لا تبلش تلاقي حكي، قلي شو بدك بسرعه لانه مستعجله. انت هاي الغميضه اللي عم تلعبيها، عم تلعبيها معهم ولا عليهم؟ وخليني سهل لك اياها، انت معانا ولا مع التانيين؟ شو مهضوم؟ عم تمتحني يعني؟ بعدين انت كيف تخلق هيك فجأة بنص البيت؟ انت عارف شو ممكن يصير فيني لو عرفوا؟ حلو كتير، رح عدلك اياها. انت عارفاني شو ممكن يصير فيك اذا عرفوا؟ انا يا مدام عم ذكرك بس ليش انت عندهم، شو جاي تعملي ولا انت. نحن ما جايين نلعب غميضه، نحن هون بمهمه واضحه ومحدده، هيك كان الاتفاق. كثير منيح. شوف نمر، انا ماني بحاجه حدا يعلمني شغلي ولا بحاجه حدا يذكرني شو لازم اعمل. وصرت 100 مره قلت لك انا ما بشتغل عندك، ورح ذكرك كثير منيح بالخطه. بتفوتي على البيت وبتتعايش معهم هيك ليطمنوا لك، وبتستني اشاره من زيدان لتنفذي المطلوب. بقى من هون لوقتها لا بقى تخلق لي فجأة ولا بقى تطلبني هيك، لأنه هذا أكثر شيء بيهدد الخطة اللي أنت عم تحكي عنها. سلام. إذا الموضوع مش محرز رح نزعل من بعض. حسيتها بتلبق لك. هيدي حلوينة انطلاقة انتاجنا. شكلها انطلاقة قوية. مبروك. بارك فيك. شغلنا بعده جديد وعوده طري وعم ندري برموش العين. لهيك لازم ندير بالنا من زبائننا، من موظفينا، حتى من حالنا. بس ركزي لي عليها، هيدي آخر وحدة. فينا نحكي على بساط أحمد؟ فينا. والله يا ستنا الدم عم بحن.